وعلى فكرة ماكرون ما هو السياسي الفرنسي الوحيد اللي انضرب في الشارع، فالحادثة الأخيرة أعادت للأذهان اللي صار مع الرئيس السابق فرانسوا هولاند اللي استهدف بقنبلة الطحين. Laissez monter les gardes du camp là. Trop tard. طيب أنا يعني ما أدري إيش حكاية الفرنسيين ضربهم كده كله بيض وطحين، لكن على العموم حتى نيكولا ساركوزي في 2011 وهو مبتسم وبيسلم على الحضور فجأة لقى يد بتشده من بدلته. طيب هذا اللي شفته يده وهي بتجر ساركوزي، قصته انه كان معصب من ساركوزي لانه زار بلدته فحب انه يفش غله بهذه الطريقه. الجدير ذكره انه في سياسيين فرنسيين كثار حصل معاهم اعتداءات مشابهه، يمكن ابرزهم رئيس الوزراء السابق مانويل فالس اللي ايضا في 2017 حاول شاب صفعه خلال حملته الانتخابيه كمرشح للرئاسه. بالمناسبة صفعة ماكرون ذكرتنا بحوادث مشابهة استهدفت رؤساء وسياسيين حول العالم، حبينا نذكركم بأشهرها في هذا المقطع.